رئاسة الجمهورية تستنكر اعتداءات التركية وتعدها مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية. مجلس الأمن يعقد جلسة حول سد النهضة، ومصر تتمسك بخيار التفاوض مع أثيوبيا بشأنه. وتتابعون أيضا، الصحة العالمية تحذر من تسارع معدلات تفشي فيروس كورونا في العالم. أهلا بكم. أكدت رئاسة الجمهورية أن الأعمال العسكرية التركية المتكررة تعد انتهاكا صارخا لمبدأ حسن الجوار ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية. الرئاسة دعت إلى وقف هذه الانتهاكات التي تطول السيادة الوطنية وذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل، كما استنكرت استمرار هذه الخروقات مؤكدة ضرورة حل المشكلات الحدودية والملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما. تسببت الاعتداءات التركية المتكررة شمالي العراق بنزوح الأهالي من قراهم الحدودية بعد تضرر منازلهم جراء القصف الجوي. الأهالي نزحوا صوب المدن في المناطق الجنوبية. متواصلة ونزوح جماعي من القرى الحدودية بسبب استمرار القصف التركي على المناطق الجبلية العراقية المحاذية للحدود التركية. أغلب الأهالي رحلوا عن منازلهم بعد أن خلف القصف أضرارا مادية كثيرة وزرع الخوف والرعب في نفوس الأهالي الذين وجدوا أن الاتجاه جنوبا نحو المدن والأقضية هي السبيل الوحيد لنجاتهم. تركيا والبككة حولوا كردستان إلى ساحة قتال. نحن في هذه القرية ما يقارب 50 منزلا خلت من العوائل بعد أن طال القصف التركي هذه المنطقة. تعرضت القرية إلى قصف صاروخي، كنا في منازلنا وتطايرت علينا الشظايا من كل مكان، كما أن زجاج المنازل تهشم بالكامل وكانت هنالك شظايا عديدة قد سقطت على أسطح المنازل وعلى أماكن متعددة أخرى من القرية. من تبقى من أهالي القرى عللوا سبب بقائهم لحماية المنازل ورعاية المواشي، وطلبوا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للتدخل السريع ووقف هذه العمليات التي تهدد أمنهم وسلامتهم، وإن مناطقهم ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية. نطلب من الإقليم الكردستان وحكومة العراق أن يوقف هذا النار اللي مشعولة في شمال العراق، وخاطر إن شاء الله يرجعون أهل المنطقة على بساتينهم وعلى أراضيهم، لأنه ما عندنا لا شغل ولا عندنا هذا الزراعة، الزراعة هم راهد من عندنا بيش نعيش. مطالبات مشروعة من أهالي القرى بوقف إطلاق النار وتأمين العودة إلى الديار. سرايات العراقية الإخبارية من قضاء زاخو. في ظل تنامي الصراع في ليبيا، اشترطت تركيا سحب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. الموقف التركي يأتي بعد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء وتشديد على رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا. هذا ودعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال فورا دون شروط ووقف التعزيزات العسكرية الحالية في البلاد. الدول الأوروبية الثلاث حثت في بيان الأطراف الخارجية على إنهاء جميع إشكال التدخل أو أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح والذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة الاثنين المقبل لمناقشة الخلاف بين مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية، مبينة أن الجلسة التي ستكون علنية وعبر تقنية الفيديو دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر. هذا وكانت وزارة الخارجية السودانية قد دعت مجلس الأمن إلى التدخل لثني أثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق. بيان للوزارة حذر من أن ذلك سيعرض حياة ملايين من البشر في دول المصاب لخطر كبير، وجاء لجوء السودان إلى مجلس الأمن بعد خطوة مماثلة من مصر التي اتهمت أثيوبيا بالتعنت في المفاوضات بشأن السد. مشاهدينا، وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من القاهرة المراسل أحمد محمد صالح. أهلا بك أحمد إذا كنت تسمعني. أحمد، كانت دعوات من مصر إلى مجلس الأمن الدولي إلى أن تكون هناك حسن نية في التعامل مع أثيوبيا. أثيوبيا ما تزال مصرة حتى هذه اللحظة على ملء السد رغم تدخل مجلس الأمن وتحديد جلسة الاثنين المقبل بهذا الشأن. ما هو الموقف المصري وموقف القاهرة حيال هذه المستجدات المتطورة حتى الآن؟ تعول القاهرة كثيرا على هذه المستجدات أو هذه الخطوة، لا سيما بعد أن قدمت طلب في 19 من الشهر الجاري إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة سد النهضة. وبالتالي مصر اليوم تعول كثيرا على هذه الخطوة، خصوصا بعد الجهود الحثيثة والتحركات والمساعي الكبيرة التي قامت بها مصر مؤخرا. مساعي طبعا بالأغلب هي مساعي دبلوماسية، استطاعت ربما من خلالها أن تقنع مجلس الأمن الدولي لعقد جلسته الاثنين المقبل. وبالتالي أيضا قبل هذا أقنعت ربما فرنسا الرئيس الدوري للمجلس بوجهات نظرها وبموقفها وبسلامة موقفها القانوني من هذا الموضوع. وأيضا لا يفوت أنها أقنعت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قد استضافت في أوقات سابقة جولات من هذه المفاوضات، لا سيما في يعني نهاية كانون الثاني الماضي وبداية شباط الماضي، وأثمر عن يعني اتفاقية واشنطن التي تصر عليها مصر حتى هذه اللحظة للاتفاق الوصول إلى اتفاق نهائي يعني بخصوص أزمة سد النهضة. ولكن أثيوبيا رفضت هذه الاتفاقية ولم حتى وأنها لم تذهب إلى واشنطن. بالتالي الآن مصر يعني ربما ضمنت إلى صالحها فرنسا والولايات المتحدة وهي دول دائما عضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى بريطانيا والصين وروسيا وأيضا تجمع هذه الدول. أحمد، إذا كنت تسمعني، قبل أيام أثيوبيا صرحت بأن مصر ستلجأ إلى حل الحرب، وهناك حرب محتملة تلوح بالأفق. كيف تعامل الجانب المصري مع هذه التصريحات؟ وهل هناك إمكانية على القيام بمثل هذه الخطوة في حين إذا لم تكن هناك خطوة جدية من قبل مجلس الأمن الدولي في التعامل مع أثيوبيا؟ يعني على الرغم من ان يعني التوتر او تصاعد هذه التصريحات ربما نوه عن امكانيه نشوب حرب في المنطقه، ولكن حتى هذه اللحظه ما زال هذا الامر ربما مستبعدا بحسب توقعات وبحسب الخبراء في يعني الدوليين والقانونيين في هذا الموضوع، خصوصا وان يعني مصر ربما لا تكون مضطره الى ارسال جيوشها الى اديس ابابا وغيرها من الامور. ايضا ما زال لدى مصر بعض الاوراق التي تضغط من خلالها التي من الممكن ان تضغط من خلالها على اثيوبيا كان تكون يعني لجوءها من بعد مجلس الأمن الدولي ربما إلى محكمة العدل الدولية مع ضمان عدم استخدام أي طرف من الأطراف أو أي دولة من دول دائمة العضوية حق الفيتو، وهذا أمر ممكن لا سيما أنها كسبت إلى صالحها أمريكا وفرنسا وتربطها علاقات جيدة مع الصين وبريطانيا وفرنسا بقية الدول الأعضاء الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن. أيضا بإمكانها أن تضغط على وساطة يعني الولايات المتحدة الأمريكية والصين التي تربطهم مع الدولتين يعني علاقات قويه، وبالتالي ان تستطيع ان تستخدم وساطه هاتين الدولتين. ايضا من الممكن ان تضغط على دول الخليج وفرنسا لسحب استثماراتها الكبيره في اثيوبيا، وبالتالي لدى مصر الكثير او بعض الاوراق التي من الممكن ان تضغط خلالها يعني من خلالها وان تستمر من هذه الاوراق بالطرق الدبلوماسيه حتى اللحظات الاخيره. طيب احمد، في خطوه جديده على الساحه المصريه، هناك تفويض
من مجلس الشعب المصري إلى الرئيس السيسي في قضية سد النهضة، ما القرارات المتوقعة من هذا التفويض؟ يعني أكيد هذا التفويض هو مهم بالنسبة للرئيس السيسي، وبالتالي أي قرار من الممكن أن يصدر آنيا أو مستقبلا سوف يملك الصبغة أو الشرعية السياسية والقيادية وأيضا الشعبية المتمثلة بمجلس الشعب أو مجلس النواب المصري. اليوم الجميع الشارع المصري والرأي العام المصري وقيادة مصر ورئاسة مصر جميعها تؤكد على أنه لا يمكن التهاون أو التراجع عن حقوق مصر التاريخية والقانونية وفي نهر النيل، وأن نهر النيل يمثل مسألة وجودية بالنسبة لمصر. نهر النيل يمثل المصدر الرئيسي لمياه الري والشرب بالنسبة لمصر، وأيضا أن حقوق مصر في نهر النيل هي حقوق تاريخية وأصيلة وليست حقوق مكتسبة. بالتالي اليوم هناك أيضا أن هذا الأمر يعني يمثل هو أزمة خارجية وليس شأن داخلي، وبالتالي من الممكن أن يثير اختلاف في وجهات النظر السياسية من قبل الأحزاب أو المعارضة أو غيرها من الأمور. هذا الأمر هو شأن خارجي والجميع متفق بأنه يتعلق تعلقا وثيقا ومباشرا بالأمن القائي المصري. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من القاهرة عبر خدمة سكايب المراسل أحمد محمد صالح، شكرا لانضمامك إلينا. وفي اليمن، نشر التحالف بقيادة السعودية مراقبين عسكريين لمراقبة وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية ومقاتلي مجلس الانتقالي الجنوبي. التحالف ذكر في بيان أن الطرفين أكدا على الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد لعودة الأوضاع الطبيعية وتنفيذ اتفاق الرياض. في هذه الأثناء، سيطر مقاتلو حركة أنصار الله على منطقة استراتيجية وسط اليمن، وذكر مصدر عسكري يمني أن الحوثيين سيطروا على منطقة قانية في محافظة البيضاء التي تشهد قتالا محتدما منذ 6 سنوات ازداد ضرر في الأسابيع الماضية عقب عملية عسكرية للقوات الحكومية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها لضم أراض من الضفة الغربية. غوتيريش حذر من أن هذه الخطط تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة الالتزام بحل الدولتين وعدم تقويض إمكانيات تجديد المفاوضات من جديد. بعد انقضاء 100 يوم من العمل الحكومي للحكومة الجديدة في تونس، أقيمت جلسة عامة لاستعراض المنجزات الحكومية، حيث تصدرها الحديث عن برنامج الإنقاذ الوطني والنهوض بالاقتصاد. الإعلان عن برنامج الإنقاذ الوطني وإعادة الثقة والإنعاش الاقتصادي علاوة على حصيلة 100 يوم من العمل والاستماع لأعضاء الحكومة حول ما تم إنجازه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تسلم مهامهم، كان البرنامج المفترض خلال الجلسة العامة، غير أن الرياح جرت عكس ما اشتهته سفن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. خطاب اليوم خطاب معناها في تقديري بعد على الهدف الأساسي اللي اجتمعنا عليه اليوم. أنا كعضو مكتب مجلس حددنا الجلسة هذه بعنوان جلسة عامة بين رئيس الحكومة والحكومة كاملة والنواب لتقديم برنامج الإنعاش الاقتصادي. مع اقتراب جلسة التقييم والمساءلة، برزت مستجدات قلبت الموازين ضد رئيس الحكومة، مفادها امتلاكه لأسهم في شركة بيئية متعاقدة مع الدولة لإنجاز خدمات، مما يعد تضارب مصالح صارخ. العباد اللي تحب تضرب مصداقية الشخص اللي قدامكم، نقول لهم بالتونسي يبطى شوي. برا لوجوا على التاريخ ملي تولدت، كان تلقاو حاجة مخالفة للقانون، حاجة. أنا أستقيل من الموقع هذا. الخبر قدم على طبق من ذهب للمعارضة التي شددت انتقاداتها حول أداء رئيس الحكومة وسرعت إلى تكوين لجنة تحقيق برلمانية في شبهات فساد. اللجنة البرلمانية اللي تم تكوينها هو بالفعل بسبب وجود قرائن عديدة ومتضافرة، ليس فقط لوجود تضارب مصالح ولكن أيضا لوجود شبهات فساد.
ومحاولة التغطية عليها من طرف الأجهزة الموجودة الآن. على كل حال التفاعل باش ما نقولوش محاولة التغطية، التفاعل لم يكن حاسما. الحكومة كثفت من نسق نشاطها في الآونة الأخيرة من أجل تأمين نجاح جلسة المساءلة والتقييم والخروج بأخف الأضرار الممكنة سياسيا وإعلاميا. ولم تنكر المعارضة نجاح الحكومة في مكافحة انتشار وباء كورونا، لكنه يبقى الشيء الوحيد الذي حققته منذ انطلاق أشغالها في 28 من فبراير 2020. جلسة عامة لتقييم أداء الحكومة بعد 100 يوم من العمل اتخذت منحا آخر يكاد يصب كله في شبهة تضارب المصالح الموجهة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بلغت حد فتح تحقيق برلماني في شبهة فساد قد تؤول إلى سحب الثقة من الحكومة. انتصار شلي، العراقية الإخبارية، تونس. حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع معدلات تفشي فيروس كورونا في العالم. المدير العام للمنظمة درويس قال إن منظمته تتوقع الوصول إلى 10 ملايين إصابة خلال الأسبوع المقبل، لا سيما أنه متزامن مع إعلان بعض البلدان إعادة فتح مجتمعاتها واقتصادها بعد قيود فرضتها للحد من تفشي هذه الجائحة. في أستراليا نشر الجيش 1000 عنصر في مدينة ميلبورن بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بفيروس كورونا. If you are sick, get tested. قال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز أنه تم نشر جيشا من الفرق الصحية في البؤر الساخنة بولاية فيكتوريا من أجل إجراء فحوص كورونا. 45,000 tests. أجرينا 645 ألف تحليل واختبار للعامة لأجل الكشف عن المصابين واتخاذ الإجراءات المناسبة لعلاجهم وعزل الملامسين لهم، ويستمر الفحص العشوائي للأحياء السكنية الموبوءة. وقامت السلطات في ولاية فيكتوريا بإطلاق حملة اختبارات ضخمة في 6 بؤر ونقاط ساخنة لفيروس كورونا في ضواحي ملبورن ابتداء من يوم الاثنين، بعدما واجه رئيس ولاية فيكتوريا انتقادات كبيرة حول تعامله مع المظاهرات التي انطلقت في الأسابيع الماضية والتي يقال أنها وراء تفشي فيروس كورونا ثانية في فيكتوريا. اختبارات كبيرة جدا تجري الآن في تلك المناطق الساخنة الموبوءة، وتواصل الفرق الطبية عملها بجهود عالية، ولدينا الثقة الكاملة أنهم يعملون بأقصى طاقاتهم لإعادة السيطرة مجددا على انتشار الفيروس. الإجراءات هذه جاءت بعد يوم واحد من إعلان اللجنة العليا لحماية الصحة الأسترالية إنها تحث على عدم السفر من وإلى 6 مناطق في ملبورن اعتبرتها اللجنة موبوءة. إعادة التجديد لقيود العزل المجتمعي وفرضها مجددا على ولاية فيكتوريا دون بقية الولايات ما هي إلا خطوة أولى اتخذها حاكم الولاية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره. من ولاية فيكتوريا، العراقية الإخبارية، هدي الصباح. مشاهدينا، وحول هذه التطورات تنضم معنا من مدينة ميلبورن مراسلتنا هدي الصباح. أهلا بك هديل. نشر قوات جديدة وعناصر حول 1000 عنصر في أستراليا بعد وجود بؤر فيها، ما درجة خطورة الوضع الصحي في أستراليا حتى تتم الاستعانة بالجيش؟ نعم، طبعا أستراليا بعد ما كان في الدول المتقدمة في السيطرة واحتواء الفيروس ظهرت بعض الحالات المتواجدة في مدينة ملبورن، وللأسف هذه الحالات أغلبها يعني مصدرها مجهول، ولهذا تعد هذه الحالات حالات خطرة. هناك ناقل صامت يعني ليست لديه أعراض ظاهرة، ولهذا الآن الجميع حتى قوات الدفاع الأسترالية اتجهت إلى ملبورن من أجل الحد من انتشار هذا الوباء. يعني المطلوب الآن هو الدعم اللوجستي من أجل السيطرة سريعا واحتواء عدد الحالات قبل وصولها إلى الآلاف، لأن يعني في يوم من الأيام أستراليا شهدت
يعني بين ليلة وضحاها إصابة 500 مواطن. ولهذا الآن أستراليا تقف في حد كبير جدا من أجل إيقاف هذا الموضوع بصورة سريعة والعودة للخطط اللي كان وضعها رئيس الوزراء سكوت موريسون من أجل إحياء الاقتصاد الأسترالي اللي طيب. تعرض للضرر الكبير بعد خسارة ما يقارب 100 مليار دولار. نعم. طيب هديل، في مفارقة الحكومة أكدت التزامها برفع القيود تدريجيا خاصة مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا، ما هو تبريرها لهذا الإجراء الذي ستقدم عليه في مقبل الأيام؟ هذا الإجراء إجراء متوقع يعني بأستراليا، لأن إحنا كل الولايات تسجل صفر زيرو إصابة. هذا ولاية فيكتوريا هي الولاية الوحيدة، وللأسف اليوم سجلت ولاية نيو ساوث ويلز إصابة لطالب داخل المدرسة. أيضا هذا الطالب لم يكن على تواجد في ملبورن ولم يكن على تواصل مع أي شخص قادم من ملبورن، ولهذا جميع الحدود الآن مفتوحة. يعني إحنا حاليا موجودة الحدود مفتوحة ما بين ولاية فيكتوريا وولاية نيو ساوث ويلز، أي ما بين مدينتي سيدني وملبورن، لكن فتح الحدود سيتم حتى فتح الطيران ما بين الولايات عدا ولاية فيكتوريا في الوقت الحالي. وأيضا بالنسبة هناك مراقبة مكثفة من قبل وزارة الصحة الأسترالية والحكومة والسلطات كافة وكافة حكام الولايات، يعني كل شيء الآن مرهون بالوضع الموجود في فيكتوريا وعدد الإصابات الجديدة. طيب هديل، هناك أنباء تشير أن الخطوط الجوية الأسترالية أعلنت عن إلغاء 6000 وظيفة بسبب فيروس كورونا، ما تداعيات هذا الأمر؟ كيف تعامل الموظفين مع هذه الخطوة، المواطنين أيضا؟ نعم، كثير من الموظفين بأستراليا خسروا وظائفهم خلال أزمة كورونا، لكن هناك تعويض كبير من قبل الحكومة الأسترالية. يعني اليوم العامل في أي شركة حتى لو كان على القطاع الخاص، إذا كانت الحكومة أغلقت هذه الشركة نتيجة لانتشار COVID-19 بأستراليا أو لمنع الانتشار، فالحكومة تعوض المالك للشركة برواتب حتى يعطيها للموظفين في المنزل. يعني هناك تعويضات في الوقت الحالي من الحكومة الأسترالية لكل المواطنين الأستراليين الذين يفقدون وظائفهم، لكن بالتأكيد هذا الأمر خسارة كبيرة لهؤلاء الموظفين. بالنسبة لشركة كوانتس للطيران الأسترالي، وهي الشركة الكبرى اللي تعمل في أستراليا ما يقارب 100 عام، يعني هذه الشركة أكيد هناك تقريبا 100 طائرة توقفت تماما عن العمل، لا توجد أي رحلة طيران داخلي في أستراليا حاليا ولا خارجي، الحدود مغلقة تماما خارجيا. واضح. واليوم بالتحديد أعلن سكوت موريسون أن الحدود الأسترالية الدولية رح تبقى مغلقة حتى عام 2021. هديل، أنا أكتفي بهذا القدر من المعلومات، كنت معي عبر خدمة سكايب من ميلبورن. هديل صباح، شكرا لك. هديل، في إيران ارتفعت وفيات فيروس كورونا إلى 10130 شخصا، كما تم تسجيل أكثر من 2500 إصابة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 2015096 إصابة. الحكومة الكويتية قررت البدء في المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتقليص مواعيد حظر التجوال ابتداء من الثلاثاء المقبل، وتشمل المرحلة الثانية تشغيل مقار العمل للجهات الحكومية والقطاع الخاص بأقل من 30% من طاقتها، إضافة إلى عودة الأنشطة والإنشاءات والبناء. أصدرت الحكومة المصرية قرارا بالإجراءات التي سيتم العمل بإحكامها أو بأحكامها ابتداء من السبت المقبل بعد إلغاء حظر التجوال. الحكومة أكدت أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية بالنسبة للمواطنين مع استمرار إغلاق المتنزهات والأماكن الترفيهية وفتح المحال التجارية وبعض المنشآت ساعات محددة. المقبل موعدا لرفع الحظر الكامل وعودة الحياة الطبيعية لأغلب الأنشطة بصورة تدريجية، هذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا والتأكيد على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره، مع توعد المخالفين من المواطنين أو المنشآت بالغرامات المالية
والمساءلة القانونية. هي الحكومة تراهن بالدرجة الأولى على المواطن وتجاوب مع هذه الإجراءات، وتراهن على سمعة مصر على المستوى الإقليمي والدولي ونجاح الاقتصاد ونجاح الإجراءات الحكومية والخطط الحكومية على مدى الخمس سنوات الأخيرة في إنعاش الاقتصاد المصري، في زيادة محركة السياحة، في ارتفاع معدل النمو، في انخفاض معدل البطالة والتضخم. أعتقد أن الحكومة تدخل على هذه الإجراءات أو تقدم عليها بجرأة ارتكانا لهذه السمعة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والعربي والدولي. القرارات شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم مع السماح بتواجد 25% من طاقتها، فتح دور السينما والمسارح بنسبة 25% من ذات الأعمال. أحد في الكنائس، غلق المقاهي والمطاعم في العاشرة مساء، منع تناول شرب الشيشة في المقاهي، غلق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساء، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس، استمرار عمل وسائل النقل الجماعي والمواصلات العامة حتى منتصف الليل، وإعادة سيرها من الرابعة صباحا. مع عودة الحياة كاملة أعتقد أن الأمور ستسير بشكل طبيعي مع المحافظة على صحة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، سواء كان بالتباعد أو لبس الكمامة أو الكشف على الحراري بشكل عند الدخول والخروج حتى لا يكون هناك أي أضرار صحية، وبالتزامن مع الالتزام المواطن ووعيه الكامل مع مدار الثلاث شهور أو الأربع شهور الماضية أصبح لديه من الوعي للمحافظة على نفسي وعلى أولادي. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات تذكر حول تراجع أعداد الإصابات والوفيات جراء جائحة كورونا، لكن توطن الفيروس لمدة طويلة وتضرر أغلب القطاعات وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة جعل الحكومة المصرية وبحسب رئيسها تتخذ قرارها برفع الحظر الكامل وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا. يبقى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو الفيصل في الاستمرار بأقل الخسائر أو العودة للمربع الأول. أحمد محمد صالح، العراقية الإخبارية، القاهرة. الولايات المتحدة سجلت نحو 36 ألف إصابة بالفيروس في الساعات 24 الماضية، وبلغ إجمالي الحالات 2,300,000 إصابة، فضلا عن 121,700 حالة وفاة. البرازيل سجلت أكثر من 1,000 حالة وفاة وقرابة 40,000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية حسبما أفادت وزارة الصحة، وتعد البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس والثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات جراء هذه الجائحة. توقع صندوق النقد الدولي تعرض الاقتصاد العالمي لخسارة تقدر ب 12 تريليون دولار جراء جائحة كورونا. الصندوق قال إن الأمر يستغرق عامين حتى يعود الإنتاج العالمي إلى المستويات المطلوبة، محذرا من أنه يجب على الحكومات أن تتوخى الحذر والدقة من إزالة الدعم المالي لاقتصاداتها الهشة. ختام النشرة إلى عناوينها. رئاسة الجمهورية تستنكر الاعتداءات التركية وتعدها مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية.